ويعني مهم كمان نعرف يعني واحنا بنتحدث عن الطريق لقمه شرم الشيخ كوب 27، نعود برضو مره ثانيه لقمه جلاسكو، واعود الى المنصه مع السيده كاسي فلاين وهي المستشار الاستراتيجي بشان تغير المناخ بالمكتب التنفيذي لبرنامج الامم المتحده الانمائيه. ما هي الأهداف التي كان من المفترض أن تخرج بها قمة جلاسكو؟ شكراً. It is an honor to be here. Thank you so much. يشرفني أن أكون هنا. شكرا جزيلا فخامة رئيس التحسيس والحكومة المصرية ومعالي رئيس الوزراء لبدء وطرح هذه المناقشات. نحن جميعا يتعين أن نجتمع سويا لنقدم الرؤى والتصورات المتعلقة بالمفاوضات الدولية من أجل تمهيد الطريق وتحقيق طموحات والأمال من أجل مواجهة آثار وتحديات التغيرات المناخية. نعم، أن جلاسكو أعطت لنا بعض الخطوات للمضي قدما والتي نأمل في تحقيقها، ولكن هناك لحظات نحن نسعى لتمهيد الطريق لاتخاذ إجراءات فعالة. في الواقع أن التعهدات الدولية أتت الدول إلى جلاسكو من خلال تعهدات وزمات دولية أنهم سيجعلون أن سيكون هناك تحركات جريئة في حماية الطبيعة والتكيف المناخي، وأيضا وبدأ الطريق من أجل تحقيق تنمية مستدامة. وحين ننظر إلى كل هذه الأمور وكيف أن هذه التعهدات والالتزامات على الأوراق ربما قد لا تعني الكثير، ولكنها نعم تعني الكثير، لأن هذه الدورة الأولى من التعهدات تم تقديمها عام 2015 حين جلست معا وسويا. كان هناك ارتفاع درجة حرارة 2.5، وهذه منطقة خطرة للغاية، ولكن بعد 6 سنوات مع هذه المراجعات والالتزامات المعززة وضعتنا على مسار وبشكل أقرب إلى 1.5. أمامنا طريق طويل للمضي، وهناك أعمال ملحة يتعين اتخاذها، ونحن نسير نحو هذا المسار. ويأتي كوب 27 مؤتمر الأطراف في جلاسكو، قاموا بإعطائنا أدلة إرشادية وخطوات نسير بها على الطريق، ومن ثم في كوب 27 سنبدأ في رؤية هذا التحول وكيف يمكن أن نحول هذه التعهدات والالتزامات إلى إجراءات وإلى عمل. استمعت كثيرا وشكرا جزيلا معالي دولة رئيس الوزراء الخطط والمبادرات التي قامت مصر بوضعها، وهي بمثابة نموذج لكامل أنحاء الدول وما هي الإجراءات والتدابير التي عينوا اتخاذها. وأيضا نحن زيادة المرونة لآثار التغيرات المناخية، وصول إلى التمويل، الوصول إلى بيئة نظيفة. كل هذه الأمور ستحول تعدد التزامات على الورق إلى إجراءات على عرض الواقع، وهذا ما سنراه في مؤتمر شرم الشيخ، لتحويل كل هذه الأمور إلى زخم حيث يمكن أن نرى بعض هذه الآثار الإيجابية على أرض الواقع. وأخيرا وليس بآخر، حين الطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ يجب أن نتحدث عن الأمل، لأن الناس حول العالم تتطلع إلى الكثير من الأمال والتوقعات. وأيضا الشباب نجد هناك جفاف، تصحر، زيادة في ارتفاع منسوب البحر. في شرم الشيخ أنا أنظر إلى الحوائط وأرى السلام، الإبداع، البيئة النظيفة. هذه هي نقاط المناقشات. نحن يجب أن نجمع هذه القطع والأجزاء لكي نكون صورة براقة، وأيضا لكي نحقق التحول الإيجابي الذي ينظر إليه العالم، وأن يكون لدينا أناس تحكي هذه القصة وأن تقود مصر الطريق لحكاية هذه القصة وكيف سيكون هذا التحول الإيجابي. شكرا جزيلا سيداتي والسادة، وأتطلع كثيرا إلى المناقشات. شكرا سيدة كاسي فلاين، المستشار الاستراتيجي بشأن تغير المناخ بالمكتب التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ويعني الكلمة عن الأمل وضرورة وجود الأمل لحل هذه المشكلة،
يعني ولكن مهم ايضا ان نسلط الضوء على المشكله حتى نتعامل معها خارج الصندوق زي ما حضرتك ذكرتي. خلينا نتجه للسيده انجر اندرسون المدير التنفيذي لبرنامج الامم المتحده للبيئه وهي موجوده معنا عن بعد. سيده اندرسون بنرحب بحضرتك. وفق وثيقه اللجنه الحكوميه الدوليه المعنيه بتغير المناخ، ما هي ابرز التحديات التي سيواجهها الشرق الاوسط وافريقيا والمجتمعات المحليه تحديدا؟ شكرا جزيلا. دعيني أبدأ بالتعبير عن تقديري واحترامي لمصر من أجل استضافة هذا المؤتمر المهم للغاية، وأود أن أعبر عن بالغ تقديري لسيادة الرئيس السيسي على قيادته القوية، وبالطبع لمعالي رئيس الوزراء. ونحن نتوقع أن تطلع مصر بنفس الدور الذي طلعت به في مؤتمر التنوع البيولوجي الذي عقد في شرم الشيخ أيضا. نعم، نحن قد قطعنا شوطا طويلا في غلاسكو وأنا أقدر ذلك حقا، ولكن بالطبع لم يزل أمامنا الطريق الأطول. لقد استمعنا إلى ذلك من الزميلة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. نجد أن هناك المزيد من الالتزام من البلدان ونحن نحيي هذا الأمر، ولكن هذه الزيادة ليست كافية. ونحن نفهم أن الدول العشرين الكبار المسؤولة عن 76% من الانبعاثات، لابد أن تفهم أن الالتزامات لابد أن تطبق في هذه الدول المصدرة التي تمثل أكبر مصادر الانبعاثات، وهذا هو المجال الذي لابد أن نركز عليه. عندما نتحدث عن التكيف لابد أن نتأكد من أن الوعود التي قطعناها في كوبنهاجن في مؤتمر الأطراف 15 سوف تطبق. عندما قلنا أنه سوف يكون هناك بحلول 2020 100 مليار على الطاولة، وذلك لم يطبق حتى الآن رغم أننا وصلنا إلى عام 2022. إذن لابد أن نتوجه بالخطاب إلى الدول التي بإمكانها أن تطرح هذا النوع من التمويل، وقد استمعنا إلى هذا الأمر من أحد الزملاء. إذن فإن هذا الأمر لابد أن يكون هناك حوار صريح بشأنه. غلاسكو كانت مهمة للغاية، لقد ذكرنا الفحم للمرة الأولى، لقد ذكرنا الدعم للمرة الأولى، ربما ليس بشكل مكثف كما أملنا ولكنه ذكر على الأقل. أيضا ذكرنا غاز الميثان، لقد كانت هناك أصواتا أعلى فيما يتعلق بمسائل أساسية وكان ذلك حاسما أيضا. ولكن عند إضافة كل هذه الأمور إلى بعضها البعض، وذلك هو ما يفعله برنامج الأمم المتحدة للبيئة، فإننا وجدنا أننا نتوجه إلى عالم ترتفع فيه الحرارة بدرجتين وسبعة من عشرة. ونعم، نحن نأخذ كل ما حدث في غلاسكو في الحسبان، بالإضافة إلى التعهد بصافي الانبعاثات الصفري بحلول 2050، ونحن نقدر كل ذلك. لذا أيها الأصدقاء، لدينا رحلة طويلة أمامنا، ولكن لا بد أن نتحدث إلى أكبر الدول المصدرة للإنبعاثات، لأنه إذا لم نفعل ذلك سوف يكون هناك المزيد من الفيضانات، المزيد من الحرائق البرية، المزيد من التشرد، وذلك لا يمكن أن نسمح له بأن يحدث. إذن الأخبار السعيدة هي أنه لدينا المزيد من الوقت من أجل أن نتغير. لا بد أن يكون هناك طاقة تغيير وبالشباب موجودين في المقدمة، وهذا هو الطريق للمضي قدما. وذلك لا يعني أن جيلنا سوف يتخلى عن مسؤوليته، ولكنني أذكر الشباب من أجل أن أشجعهم حتى يكونوا هم الصوت القوي
الواعد، صاحب الطاقة التي لا تنضب في المجال السياسي والبيئي أيضا. والعمل يبدأ الآن، لابد أن ننتقل إلى حالة الطوارئ، ولذلك من الأهمية بمكان أن تقوم مصر تحت قيادة سيادة الرئيس السيسي بضم الأصوات الشابة في مؤتمرات مثل هذا المؤتمر، من أجل أن يتقابلوا مع القادة، مع الرؤساء، مع السفراء، من أجل هذا الالتزام. لدينا قرب العام قبل أن تبدأ قمة شرم الشيخ، ولدينا الكثير من الفرص التي يجب أن نسعى إليها. وهنا أنا أذكر بالطبع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، لأن مصر كانت عنصرا فاعلا في بنائه وأيضا في رحلته. سوف يبلغ البرنامج حوالي 50 عاما هذا العام، وأنا أحدثكم من نيروبي في مقرنا هنا، وبعد ذلك سوف ننشئ ستوكهولم زائد 50، وذلك كلها يعبر عن قدرة الضغط من أجل إحراز المزيد من الإنجازات في مجال البيئة. الكثير من الجمهور قد يطرح هذا السؤال، كيف يمكننا أن نشارك وخاصة من الشباب؟ الإجابة هي أن هناك فرصة حقيقية، فرصة للتغيير، من أجل أن نعرف كيف يمكننا أن نحدث التغيير. يمكننا أن ننضم إلى الجمعيات التعاونية، يمكننا أن نشارك في التصويت، يمكننا أن نشارك من خلال مجموعات الفيسبوك، من خلال المجموعات الدينية، ويمكنكم بالطبع بكل تأكيد أن تتأكدوا من أنكم سوف تقللوا من بصمتكم الكربونية من أجل الانضمام إلى العائلة العالمية في هذا الأمر. لدينا الكثير مما يمكن أن نفعله، ومصر قد أظهرت قيادة رائعة. وأنا بما أنني قد شغلت رئاسة مؤتمر التنوع البيولوجي في شرم الشيخ، يمكنني أن أشهد بذلك. ومصر الآن سوف تقود مؤتمر التغير المناخي، مؤتمر الأطراف في نهاية هذا العام تحت قيادتي الرائعة. لقد عملنا معا في الماضي، وسوف نستمر في العمل معا في المستقبل، ومعا نحن يمكننا تغيير العالم. والشباب سوف يكون هو العنصر الفاعل. لن تكونوا جزءا وحسب من المستقبل، ولكن لابد أن تكونوا أنتم المعرفين والمبتكرين للمستقبل، لأنه ينتمي لكم. وإذا دعوني أنهي بكلمات السيد ديزموند توتو عندما قال: افعلوا خيرا بسيطا أينما كنتم، لأن هذه الذرات القليلة من الخير هي التي تؤدي إلى الخير الكبير في نهاية المطاف. شكراً.